به إياك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي إني ببالك قد بسطت يدي من لي ألوز به الله عليه وسلم وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسمعنا اللهم بهم يا رب العالمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله وجل أن يجعل لقاءنا في موازين حسناتنا، وأن يجعل سعينا في موازين حسناتنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يسيرون على منهاج كتابه وهدي نبيه. اللهم أمين. مرحب بفضيلة الدكتور علي الشافعي أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر وبكلية النبوية للعلوم الإنسانية وإمام مسجد النور بكابل سروة، جاءنا من مسافة بعيدة. أسأل الله جل أن يجعل سعيه في موازين حسناته ليقدم لنا محاضرة بعنوان مقاصد العامة للقرآن الكريم قراءة في تفسير الطاهر بن عاشور. وقبل أن أترك المجال لأخي الأستاذ الدكتور علي، أحب أن أبين للإخوة الحاضرين أن الدكتور علي الشافعي حاصل على الماجستير من جامعة الأزهر في رسالة علمية قيمة تحت عنوان الإعجاز العلمي أو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة وجهودها في الدعوة الإسلامية، ورسالة الدكتوراه أيضا في فقه دعوة أهل الكتاب في ضوء السنة النبوية، فهو يعمل أيضا في مجال السنة المشرفة أو مجال الحديث كما نقول. وهو بفضل الله عز وجل يعني عمل يعني رائع وثناء جميل من أساتذته وعلمائه ومشايخه، وكذلك كل ما نزل مكانا من الأماكن أو حل في محل فإنه يجد بفضل الله عز وجل قبولا وعرضا طيبا. فهو يدرس مادة الأديان ومدرس لدعوة أو مادة الثقافة والدعوة الإسلامية أيضا في الكلية الأوروبية للعلوم الإنسانية. ولله الحمد والمنة شرفت أن أكون يعني قرينا له إنجاز التعبير أو صاحبا له في مجال الدراسة في الجامعة بفضل الله عز وجل. فلنا وهو منذ الكلية أو خريج نفس الكلية وخريج نفس الجامعة في نفس السنة بفضل الله عز وجل، فلله الحمد والمنة أن أكرمنا الله عز وجل واجتمعنا على مائدة طاعته وعلى أن يجعلنا من عباده الداعين في سبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله، فاللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا يا إخواني. أرجو من الإخوة يعني يعيد الانتباه للدكتور علي فيما يتقدم به من هذه الكلمات، وأن يفهموا هذا الموضوع الهام الذي أجده في أمس الحاجة أن يعرض للناس ماذا وكيف نقرأ القرآن الكريم بعد أن نسمع هذه الكلمات من أخينا الدكتور. فجزاه الله عنا خيرا، والله يتقبل منه صالح عمله ويجعل ما يتكلم فيه في موازين حسناته. اللهم آمين. فليتفضلوا، جزاه الله عنا خيرا مشكورا مأجورا. شغال يا أستاذ. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ومنك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فحي الله هذا الجمع الكريم وحي الله المركز الإسلامي من ميونخ وحي الله إمام المسجد أخي وحبيبي فضيلة الشيخ الدكتور أحمد طه وحي الله رواد هذا المسجد وإدارة هذا المسجد وحقيقة أخي فضيلة الدكتور أثنى علي بما لست أهلا له ولكن كعادته يثني ويقدم وهو أهل لكل ثناء وكل خير فجزاه الله عنا خير الجزاء أخونا الشيخ أحمد هنيئا لكم به أحبتي الكرام ما أجمل الحديث حول كتاب الله سبحانه وتعالى حول القرآن الكريم هو عمدة الأحكام وهو أصل الأصول من قال به صدق من حكم به عدل من طلب الهداية به اهتدى من طلب الهداية في غيره ضل هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم فيه خيري الدنيا والآخرة هو المعجزة الخالدة الباقية المحفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى المتعبد بتلاوته المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس قبل الحديث حول مقاصد القرآن الكريم مقدمة لابد منها هذه المقدمة أيها الكرام تتحدث حول الغاية التي يعيش الناس من أجلها وكذلك في المقدمة كيف نعرف أن هذا الأمر مقصد من مقاصد القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم تحدث القرآن الكريم عن مقاصد الناس وعن غاياتهم وعن أهدافهم فبين القرآن أن هناك صنفاً من الناس غايته الأكل والمتعة فقال ربي والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثواً لهم وهناك صنف من الناس غايته الزينة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وصنف آخر من الناس غايته في الحياة إيقاظ الشرور والفساد وإيقاع الفتن بين الناس ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل فحسبه جهنم وبئس المهاد هذه مقاصد وغايات لبعض الناس لكن المسلم يعرف مقصده ويعرف غايته من كتاب ربه يعرف المسلم أن غايته يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
أيها الكرام، المقصد والغاية أصل، وما بعدها تبع لها. وبالتالي أين المسلمون من مقاصد القرآن الكريم؟ لماذا أنزل الله القرآن؟ ما الأهداف العامة التي إذا قرأت، أيها المستمع الكريم، إذا قرأت سورة من القرآن تعرف أن هذه السورة مقصدها كذا وكذا وكذا؟ كيف نعرف المقاصد؟ أمر أكاديمي تحدث عنه علماء المقاصد كثيرا، ولا أطيل فيه، لأن مقاصد القرآن الكريم الوقت فيها يحتاج إلى يعني كثير من الوقت، وبالتالي نختصر فيها فأقول: المقاصد تعرف إما بلفظ الإرادة، كقوله تعالى مثلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أو تعرف بصيغة من صيغ التعليل، كي لام التعليل باء السببية مثلا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. هذه تسمى بكي التعليلية. باء السببية مثل قوله سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. لام السببية كقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. لماذا؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لام السببية كقوله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. فالتدبر مقصد، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا، لام السببية، أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد تعرف المقاصد بأن يصف الله نفسه بالحكمة والرحمة، أو حين يبين سبحانه بعض الفوائد من المأمورات وعواقب المنهيات. كانت مقدمة قبل أن نتكلم حول مقاصد القرآن الكريم، قراءة في تفسير الطاهر ابن عاشور المقاصدي الأصولي رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير. أيها الكرام، مقاصد القرآن الكريم كموضوع مستقل لم يكتب فيه كثيرا، وإنما جل من كتب فيه كتب كتابات متناثرة أثناء التفسير، حتى ابن عاشور اقتبس بعض الأشياء من الإمام الغزالي في الإحياء. وقبل أن أتكلم عن المقاصد أسألكم: يا ترى ما مقاصد القرآن؟ لماذا أنزل الله القرآن؟ ممكن أسمع من حضراتكم لماذا أنزل الله القرآن الكريم؟ يلا يا أحمد، لماذا أنزل الله القرآن؟ مثلا هو الحل أو الطريقة الوحيدة كي ننجو من النار ونستطيع النجاة. نعم، النجاة. ليخرجكم من الظلمات إلى النور بإذنه، في سورة إبراهيم. بارك الله فيك. طب أم أحمد؟ نعم. هل إخوة في إجابة أخرى؟ لماذا أنزل الله القرآن؟ نعم، الهداية، مقصد الهداية. الله يبارك فيك، تفضل حبيبي. الرحمة. أنزل الله القرآن رحمة بالناس. الأخوات، لماذا أنزل الله القرآن؟
طيب صلاح. قال ابن عاشور في التفسير أن مقاصد القرآن الكريم مجملة في سورة الفاتحة. هو ذكر بداية إجمال المقاصد في سورة الفاتحة ثم ذكرها بعد ذلك تفصيلا كما سيأتي. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هنا في ثناء على الله سبحانه وتعالى، وبالتالي المقصد الأول معرفة رب البرية والثناء المطلق عليه وإثبات الصفات التي تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى من أول الفاتحة حتى مالك يوم الدين، وصلب العقيدة الإسلامية في الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والإيمان باليوم الآخر في قوله مالك يوم الدين. المقصد الثاني الأوامر والنواهي في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. المقصد الأخير الثواب والعقاب والوعد والوعيد في قوله صراط الذين أنعمت عليهم من الأمم الصالحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الأمم الفاسدة. وبالتالي القرآن الكريم كاملا بمقاصده مجملة في سورة الفاتحة، لأن صلاح الدارين الدنيا والآخرة يأتي في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. كيف تمتثل الأمر وتجتنب النهي؟ لمن تسمع وتطيع؟ لربك. من هو ربك؟ أول السورة رب العالمين الرحمن الرحيم. طيب كي أفعل الأوامر والنواهي؟ عايز أريد ثوابا وعقابا، أريد جنة ونارا، أريد وعدا ووعيدا. فكان في آخر السورة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبالتالي أيها الكرام لا عجب أن يفتتح الله كتابه بسورة الفاتحة. ما ترتيبها في نزول القرآن؟ سورة رقم كان في نزول القرآن الكريم؟ أول سورة سورة اقرأ حتى آية 5، ثم سورة المدثر، ثم سورة المزمل ولا الفاتحة؟ المزمل، ثم سورة القلم أو الفاتحة. هي من أوائل 5 سور في القرآن. قيل عنها أنها أول سورة نزلت كاملة، ولا تعجب أن تكون قراءتها فرضاً في كل صلاة. في كل صلاة. لما سميت بالسبع المثاني؟ 7 آيات عند قول جمهور العلماء. بعض العلماء مثل الحسن البصري قال هي قال مثل البسملة ليست بآية، وعدها 6 آيات، وفصل السبع المثاني بالسبع السور الطوال. ولكن جمهور العلماء على أن السبع المثاني هي سورة الفاتحة، وهي أم الكتاب، وهي كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته مخدوجة أي ناقصة. ما معنى المثاني؟ الفاتحة هي السبع المثاني. ما معنى المثاني؟ لأنني وأنت وأنتم نحن جميعا لابد أن نقرأها في كل ركعة، فتثنى تقرأ في كل ركعة. ورد في فضلها الكثير من الأحاديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن رب البرية جل في علاه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أو قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين قال الله، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي
ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة الكريمة. لنا مع سورة الفاتحة التي جمعت مقاصد القرآن وقفة، فضلها لا يخفى على أحد. أول دعاء في القرآن الكريم ما هو في سورة الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم. أخونا الكريم الذي ذكر أن القرآن نزل هداية، بالفعل إذا جاز لنا أن نسمي القرآن باسم فأليق أو أكثر الأسماء إحاطة بالقرآن بعد الأسماء، طبعا القرآن الكتاب الفرقان هو كذلك، إذا أردنا أن نصفه أعظم وصف له وصف الهداية، لأن أول أمر وأول دعاء وأول طلب ونكرره في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. طيب افتح سورة البقرة بعد الفاتحة، أول سورة سورة البقرة، اقرأ أول آية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب. إذا الهداية مقصد من مقاصد القرآن الكريم. في سورة البقرة على سبيل المثال وردت لفظة هدى بمشتقاتها 30 مرة. مثلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا و... طيب قبلها أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا، قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني الله يبارك فيك يا شيخنا. أول آية قلناها هدى للمتقين. طيب اقرأ معايا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ستجد قرابة 30 مرة فيها لفظة الهداية بمشتقاتها، بل ستجد في القرآن في نفس السورة قرابة 50 سببا مانعا عن الهداية. ذكر الله صفات المنافقين، ذكر الله بعضا من صفات اليهود، ذكر الله بعضا من صفات المشركين والتي كلها تصب عن الهداية، وذكر الله في نفس السورة في سورة البقرة ما يقرب من 30 موضعا من أسباب الهداية. وبالتالي بالفعل اهدنا الصراط المستقيم ما أعظمه من دعاء، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وهذه أكبر سورة في القرآن، فيها أعظم آية في القرآن آية الكرسي، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب سريعا قبل أن أترك سورة البقرة وأعود إلى المقاصد سريعا، لماذا سميت سورة البقرة بهذا الاسم؟ الفضيل بن عياض يقول أن سورة البقرة فيها 1000 أمر وألف نهي، فيها الكثير من الأحكام والآداب، وورد فيها الكثير من الأحاديث في فضل حفظها الزهراوي وإلى آخره. وقصة البقرة لم تتكرر في القرآن إلا في صفحة. لماذا سميت البقرة بهذا الاسم؟ أسمع من حضراتكم. تفضلي. الأغلب قصة البقرة، قصة البقرة لأنها قصة البقرة وذبحها و لأن البقرة
فيها قضية البعث بعد الموت، أليس كذلك؟ طيب صلى على الحبيب. أيهما أبلغ في الدلالة على البعث بعد الموت؟ قصة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء. أيهما أبلغ؟ أيهما أبلغ في الدلالة على البعث بعد الموت؟ قصة البقرة أم قصة وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. أتصور أن قصة إبراهيم أو كالذي مر على قرية أبلغ في الدلالة على البعث بعد الموت من قصة البقرة. يبقى السؤال، لماذا سميت باسم البقرة واسمها توقيفي؟ ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قصة البقرة شايفنا، نعم، حتى فيما يخص البعث هي أبلغ من قصص سيدنا إبراهيم وقصة العزير. كيف؟ لأن العزير لم يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى. أن يحيي هذه الله بعد موته ليس فيها شك، ولكن كيف عند المفسرين؟ كيف يحيي الله؟ فأراه الله كيف يحيي. وسيدنا إبراهيم قال له كيف تحيي الموت؟ أنت ما دللك أنه عزير؟ أنت ما دللك أنه عزير ولا لم يشك؟ لا، في التفسير يعني مش مهم، يعني هو أصلا مش مهم من هو يعني، لكن في التفسير قال هو عزير. لكن في قصة البقرة بعد هذا كله بني إسرائيل هذا المجرمين هؤلاء، قال الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي الحجارة أو شد قسوة، يعني هم يعني شافوا الآيات أمامهم ورغم ذلك جحدوها. وكذلك حتى في قصة خرق البحر يعني، نعم، لما خرجوا من البحر مباشرة من وجدوا أناس يعني. طيب، فالمسألة يعني فيها رسالة أخرى، ليس مشكلة. أنا مثلا لو أراني الله سبحانه وتعالى الخلق كما هو ممكن يعني يطمئن قلبي. طيب، أنا أسألك سؤال، البقرة تبعث ولا تخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا؟ يوم أبلغ؟ لا، مش مسد بلاغة. طيب هقول لك شيء، صلى الله عليه وسلم، المرامي والغايات من القصة أصلا يعني، صلى الله عليه وسلم، هذه لو لم تحصل سيدنا إبراهيم لن تؤثر شيئا، لكن الأخرى يعني هي حجة عليهم لأنه عندهم اللجاج والعناد والكفر. خير شرعا. أستاذنا الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد يقول في سبب تسمية السورة بهذا الاسم كلها استنباطات واجتهادات. يقول البقرة من أوائل ما نزل في المدينة المنورة، وفي المدينة المنورة اليهود، كيف تعامل اليهود مع الأوامر والنواهي؟ اذبحوا بقرة، أتتخذونها هزوا؟ ما لونها؟ ما وصفها؟ وما شكلها؟ فبدأوا يتعاملون مع الأوامر بشكل من العبث، تمام؟ وفي نفس الوقت قضية البعث بعد الموت قضية مسار الجدل قديما وحديثا. الإنسان يبعث بعد ما يموت، هذه القضية ما زالت عند الكثيرين مستحيلة، بل عند بعض المسلمين إيمان هش بهذه العقيدة، ولو كان الإيمان بها بالفعل إيمان يقيني لما كان حالنا على ما نحن عليه الآن. وبالتالي والله أعلم، قصة البقرة جمعت بين البعث والعبث، تتعامل مع الأوامر والنواهي بجدية وليس بشكل عبثي كما تعامل بنو إسرائيل مع أوامر الله ونواهيه، وأنتم ما زلتم في بداية الأوامر والنواهي في المدينة المنورة. وكذلك قضية البعث بعد الموت تثبتها كذلك هذه القصة. إذن أحبتي الكرام، أول دعاء في القرآن اهدنا الصراط المستقيم، وضربنا نموذجا بسورة البقرة. وإذا تأملت في سور القرآن ستجد أن الهداية
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا إيه وضفتم؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كأجرا حسنا أجرا كبيرا عفوا. إذا تأملت في هداية القرآن الكريم ستجدها هداية عامة، هداية كاملة، هداية تامة، هداية شاملة، مصداقا لقول ربي سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء، مصداقا لقول ربي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وصدق ربي عندما قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صلوا على الحبيب. كيف أن العربي البسيط يستمع إلى القرآن فيهتدى به، ثم تمر الأيام إلى يومنا هذا ويسمع القرآن البروفيسور المتعلم المثقف نفس القرآن فيهتدى به؟ كيف أن العامي من أول بعثة النبي إلى يومنا إلى يوم القيامة يسمع القرآن ويكون سببا في هدايته، ويسمعه الناس على اختلاف ثقافاتهم وعقولهم وتفكيرهم والجميع يسلمون به ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن المقاصد المجملة في سورة الفاتحة، أما المقاصد بشيء من التفصيل فذكر ابن عاشور رحمه الله مقاصد ثمانية للقرآن الكريم. المقصد الأول تصحيح الاعتقاد، الثاني تهذيب الأخلاق، الثالث التشريع، الرابع سياسة الأمة، الخامس المواعظ، السادس أخبار الأمم السابقة والإفادة من محاسنها والحذر من مساوسها، المقصد السابع العبادة والتدبر والتلاوة، المقصد الأخير الإعجاز. كم مقصد؟ ثمانية. طبعا الشيخ القرضاوي بعضه أضاف بعض النقاط مثل تكريم الإنسان، غيره أضاف العلم والتعليم، بل الشيخ ابن عاشور كذلك ذكر من بين ما ذكر في مقاصد القرآن التعليم وبكل ما تحمله كلمة التعليم من معاني. كل واحدة من هذه المقاصد تحتاج إلى كتاب، وبالتالي ربنا المستعان نذكر ما يتيسر حول المقصد الأول وربما المقصد الأخير. المقصد الأول تصحيح الاعتقاد، هي تطلع مرة واحدة بس. حاضر. تصحيح الاعتقاد، تهذيب الأخلاق، التشريع، سياسة الأمة، المواعظ والإخبار والتبشير، الأمم السابقة والإفادة من محاسنها والحذر من مساوئها، المقصد السابع التلاوة والتعبد والتدبر والتفكر، وإن شئت فقل التعليم، والمقصد الأخير الإعجاز. أول مقصد تصحيح الاعتقاد، يعني أن يعرف القلب ربه وأن يتقرب إليه خوفا وحبا، إنابة توكلا، أن يعرف القلب ربه
بما هو سبحانه أهل له. أيها الكرام، كلمة تصحيح الاعتقاد، علم العقيدة على أهمية الجانب النظري، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، على أهمية هذا الجانب يبقى أن الاعتقاد عمل في الدرجة الأولى. يكفينا أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الترجمة العملية لهذه الكلمة. تمام؟ لو تأملنا في أول آيات القرآن نزولا لأدركنا حقيقة من حقيقة تصحيح الاعتقاد. صلوا على الحبيب. أول آية: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. ما معنى اقرأ؟ هو مقصد التعليم. وما معنى ربك؟ توحيد الربوبية. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات واضح وضوح الشمس في أوائل آيات القرآن الكريم نزولا. يا إخوة، توحيد الربوبية يؤخذ من قوله سبحانه اقرأ باسم ربك. طيب، ما معنى الرب في اللغة العربية؟ سيد. بارك الله فيك. و المالك. الله يبارك فيك يا أختنا الكريمة. طيب، ألا يفهم من قوله الذي خلق أنه مالك؟ ألا يفهم منه تفهم من كلمة الذي خلق؟ كان يكفي اقرأ باسم ربك. يفهم من الرب أنه الخالق، لأن معناه في اللغة العربية هو السيد أو الخالق أو المالك أو المدبر، كلها في النهاية تؤدي إلى أنه خلق. ولكن الله سبحانه وتعالى قال الذي خلق لعبرة وهدف، ألا وهو من الذي يأمر وينهي؟ ألا له الخلق والأمر، الطبيعة الذي يملك، الذي خلق، الذي صنع، والذي يأمر. وبالتالي في توحيد الربوبية اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والله لو توقفنا عند أول آيات نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم لطال بنا الحديث، لأن أول الآيات كذلك تلخص رسالة الإسلام، رسالة علم، رسالة قراءة، رسالة تنوير. وهذا العلم والتقدم والتنوير مقرونا بطاعة رب العالمين، مقرونا بالخوف منه، مقرونا بالله سبحانه وتعالى. وهذا إخوة فرق رئيسي بين المدنية الحديثة وبين حضارة الإسلام. الحضارة في الإسلام تعني تقدم علمي وتقني مقرون بمصلحة الناس والخوف من الله سبحانه وتعالى، لكن المدنية الحديثة الآن تصنع قنبلة ذرية. هل تخاف ربك عندما تتعامل بها؟ لا يضر أن تبيد آلاف من البشر وأنت تتقدم علميا، هذا في مفهوم المدنية الحديثة الآن. لكن مفهوم التقدم العلمي في الإسلام مقرون باسم ربك الذي خلق. كما قلت، قضية التوحيد وتصحيح الاعتقاد قضية، المقصد الأساسي والأول من نزول القرآن الكريم تصحيح الاعتقاد. طيب، صلوا على الحبيب. كيف الوصول إلى صحة الاعتقاد؟ كيف الوصول إلى أن يقول الإنسان بالفعل بقلبه ولسانه، يقول بلسانه ويصدق جنانه وتعمل أركانه بلا إله إلا الله؟ انظر إلى القرآن. القرآن كان يخاطب وما زال يخاطب كل الناس إلى يوم القيامة. القرآن بالعقل مع الناس كي يدركوا أنه لا إله إلا الله. اسمع لربك: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. اسمع لربك وهو يخاطب الناس بالعقل وببساطة:
لو كان في ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ببساطة لا إله إلا الله نصل إليها ببساطة. كيف؟ من يقول بأن هناك أكثر من إله؟ لو فيه أكثر من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، لكنه إله واحد. إذا أردت أن تعرف وتصل إلى تصحيح الاعتقاد اقرأ آيات قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض، أإله مع الله. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته، أإله مع الله. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله. في النهاية قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يا إخوة، الكون يدل على الله سبحانه وتعالى. النظر في آيات الله المسطورة في القرآن والمنظورة في الكون تدل على وجود الله، وهذا الطريق إلى تصحيح الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى. ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة يذكر قصة تدل على أن تصحيح الاعتقاد في القلب الأساس أنه فطرة موجودة. يقول: دخل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في غير وقت صلاة، فوجد صبيا وغلاما يصلي بخشوع وخضوع فتأثر به، ثم قال له بعد أن انتهى من صلاته: يا غلام، من أبوك؟ فطأطأ الغلام رأسه وقال له: يا عم، أنا يتيم الأب. فرق له الصحابي وقال له: أما ترضى أن أكون لك أبا؟ فقال الغلام: يا عم، هل إذا جعت تطعمني؟ قال له: نعم. قال له: يا عمي، هل إذا ظمئت تسقيني؟ قال له: نعم. قال له: يا عم، هل إذا مرضت تشفيني؟ قال: يا بني، أما هذه فلا. قال له: يا عم، هل إذا مت تحييني؟ قال: أما هذه فلا. قال له: يا عم، فدعني للذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الآثار والقصص في أن العقيدة الصحيحة السليمة فطرة في أساسها مركوزة في القلب وفي الفؤاد كثيرة، ولا على الإنسان إلا أن ينظر بعينه وينظر بعقله ويتفكر بفؤاده، وسيصل في النتيجة إلى أنه لا إله إلا الله. وهذا مسلك من مسالك القرآن الكريم في تصحيح الاعتقاد.
النظر في ملكوت السماوات والأرض، يخاطب العقل، يخاطب القلب، يخاطب النفس البشرية، وهكذا يصل القرآن في النهاية بالناس إلى تصحيح الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى. المقصد الأخير، وبينهما ستة مقاصد، ممكن كل أخ فينا أو كل أخ تتأمل وتقرأ فيها ما تيسر. المقصد الأخير مقصد الإعجاز. صلى الله على الحبيب. كل نبي له معجزة، أليس كذلك؟ والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله سبحانه على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه. القرآن الكريم المعجزة الباقية الخالدة إلى يوم القيامة. هسألكم الآن سؤالا سيتضح به ما أريد أن أقوله. القرآن معجزة؟ معجزة. يعني أي إنسان أيا كان، النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس جميعا، عربي غير عربي، في كل وقت القرآن معجزة، والرسول صلى الله عليه وسلم رسالته عامة وبعثه للناس عامة. السؤال الآن، هل الناس جميعا رأوا في القرآن ما يعجزهم ويجعلهم مستسلمين لأمره؟ هل رأى الناس الأمر الخالق للعادة في القرآن الكريم؟ من يريد أن يرى يا شيخ؟ صحيح صحيح، القرآن الكريم فيه بصائر للناس، هو هدى للذين آمنوا، شفاء لما في الصدور، وفي نفس الوقت من لم يرد الهداية فلن يجد ولا يزيد الكافرين إلا خسارة والعياذ بالله. ولكن حتى من أراد الهداية، أريد أن أقول يا إخوتي أن القرآن الكريم كمعجزة ألف فيه قديما إعجاز القرآن الكريم، تحدث عن الإعجاز الكثير من سلفنا الصالح، منهم من تحدث عن إعجاز لغة القرآن وبيان القرآن، ومنهم من تحدث عن الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم، كيف أن القرآن الكريم يتحدث ويشرع أمر الفرد والأسرة والمجتمع، وينظم علاقة الإنسان بزوجه، علاقة الإنسان بجاره، علاقة المسلم بغير المسلم، علاقة الحاكم بالشعب، علاقة الناس جميعا بعضهم ببعض، هذا إعجاز تشريعي. كيف أن القرآن الكريم أخبر عن الغيبيات التي حدثت بعد ذلك. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، إلى جانب يعني إلى غير ذلك من أشياء أخبر عنها القرآن الكريم. هناك من تحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بضوابطه الكثيرة، هناك من تحدث عن إعجاز القرآن الكريم من حيث تأثيره في النفوس والقلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وفي النهاية ما زلت أقول، هل أبرزنا كمسلمين أوجه الإعجاز التي تجعل غير المسلم، التي تجعل المسلم يزداد يقينا وإيمانا إلى إيمانه، وتجعل غير المسلم يستسلم لهذه المعجزة، آمن بها أو لم يؤمن؟ أظن أن الباحثين والمختصين فضلا عن غيرهم من أمة الإسلام
مقصرين في التعامل مع هذا المقصد من مقاصد القرآن الكريم. يا أحبتي الكرام، القرآن الكريم معجزة فيه كله. السورة الواحدة في القرآن معجزة، الآية في السورة، الكلمة في الآية، الحرف في الكلمة، الترتيب والتناسق، وهذا القرآن بكل ما فيه والله يعني يحتاج إلى أكثر اهتمام، ويحتاج إلى أكثر رعاية، ويحتاج إلى أكثر تدبر وتأمل. ويعني حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. الحديث حول القرآن وخاصة القرآن لا يتسع الوقت في محاضرة مع هذه الوجوه الطيبة وهذه الأرواح الطاهرة، لا يكفي الوقت للتوسع في هذه الأشياء. وإلا بارك الله فيك، فيعني إن شاء الله يعني كل أخ فينا كل أخت يحاول أن يقرأ ما تيسر في هذا الموضوع. ويعني رحم الله الطاهر ابن عاشور، حقيقة من أجمل ومن أجود ومن أبدع من كتب في مقاصد القرآن الكريم في تفسيره التحرير والتنوير. لا أريد الإطالة على حضراتكم، يعني نترك ما بقي من دقائق الشيخ الكريم إلى الأسئلة والإضافات والاستفسارات، فتفضلوا مشكورين. نتاتي يا مولانا، الله يبارك فيكم. يا كل تعالى كل حاجة. أخونا الكريم الأول عنده سؤال. تفضل يا أستاذ. ممكن حضرتك تدينا نبذة عن المصطلح البعثي؟ تعريف؟ جميل. السؤال عن الطاهر بن عاشور. الطاهر بن عاشور تونسي المنشأ والمولد والممات. نعم، معروف أنه من العلماء الذين اهتموا بعلم المقاصد. معلوم كذلك أنه كان مالكي المذهب، ألف كتباً عدة، لعل أبرز هذه الكتب هو كتاب التحرير والتنوير في تفسير القرآن الكريم. اهتم فيه بتفسير استفاد ممن سبقه، وحقيقة أضاف إضافات عدة، لعل من أبرز ما أضاف موضوع مقاصد القرآن الكريم في طياط أو في تفسير التحرير والتنوير. الأسئلة يا إخواننا نحن هو. تفضل يا سيدنا. في أيضا يقولون أفلا يتدبرون القرآن مع على أصول أقفالهم. بس أنا بتراسة بس أقفالهم ربطها بأن الواحد يرى القرآن وبيقدر شيء يفهمه. يعني المقاصد باين أنها كانت واضحة في القرآن بس محدش كان عينه عليها، محدش باين ثمن مقاصد هذا الموضوع. فعاوز أعرف بس أقفالها عشان الواحد لما يقرأ القرآن يتدبر معانيه ويفهمه. أقفالها جمع قفل، والقفل معروف ما يربط به أو يغلق به الشيء. يعني وكأن من لم يتدبر في القرآن ومن لم يهتدي بالقرآن كأن القفل أغلق على قلبه، فلا يرى النور، فلا يرى هذه البصيرة، فلا يرى هذه الهداية، ولا يهتدي بها. تمام. من الطبيعي كل من يتدبر في القرآن الكريم صدقني سيصل في النهاية إلى أنه لا إله إلا الله، سيصل في النهاية إلى الإيمان بهذا القرآن الكريم وبهذه الرسالة التي جاء بها القرآن الكريم. ولكن للأسف هناك من يقرأ القرآن ولا يريد الاهتداء به،
هناك من يقرأ القرآن من أجل أن يثير الشبهات والشكوك للمسلمين في دينهم. يا أخي الكريم، المعجم المفارس لألفاظ القرآن الكريم، جو بشري جبار، من الذي ألفه؟ غير المسلمين، غير المسلمين ألفوا هذا. وكذلك المعجم المفارس لألفاظ الحديث النبوي، وهكذا هناك من يقرأ القرآن ولا يريد أن يهتدي به. والله يا إخوة، إذا أخذنا هذه المقاصد في كل سورة نقرأها وفي كل جزء من القرآن نقرأه، صدقوني سنجد وسنحصل على الكثير من الفوائد والفتوحات الربانية. إذا كانت عندك أي مشكلة، افتح القرآن واقرأ وتدبر، وتدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ستجد في القرآن الكريم ما تريد بإذن رب العالمين. ما زال الأسئلة يا أخوانا والاستفسارات حول كتاب الله عز وجل ومقاصده. الله يتقبل من أخونا الدكتور علي الشافعي، خيرا على ما قدم لنا. حتى عنده شوية، تفضل يا سيدي. هو مقارنة الأسماء عن الناس وهم يسمون نفسهم القرآنيين، يعني هم تركوا السنة خالص يعني، فاحنا يعني ربنا عليهم إيه في الموضوع ده؟ هل فعلا يعني أخذ بالقرآن لوحده من غير السنة هو ده كافي؟ يا حبيبي، هذا سؤال يخص أهل السنة وأهل الحديث. القرآن الكريم أنا متقصد، أخونا الشيخ أحمد الله يبارك فيه سيجيبك، ولكن القرآن نفسه هو اللي قال وما آتاكم الرسول فخذوه. هو في اختلاف على فكرة السنة، يعني نقشنا معهم النقطة دي، يعني السنة بالنسبة لهم يعني في اختلاف عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على دربه إلى يوم الدين. وبعد، هؤلاء القوم ما شاء الله، هؤلاء القوم يا أخي الكريم اللي هم ما بيسمى القرآن موجودين حتى من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. حديث العرباد بن سارية أو حديث المقداد بن معد يكرب الذي رواه الإمام أبي داود والإمام الترمذي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ألا لا يأتي رجل شبعان متكئ على أريكته يقول للناس بعد أن يأكل ويشرب، يعني يقول للناس: عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض بعض الأمور التي جاءت في خلال السنة بالتحريم دون أن توجد في القرآن، من باب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لكم الحمر الأهلية، لا يحل لحم، عفانا الله جميعا وعافاكم جميعا، لا يحل الأكل لكم الحمير، ألا لا يحل لكم الحمر الأهلية، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا مخلب من الطير. وعدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحرمات التي ليس لها أصل في القرآن من ناحية ذكرها، وإنما من باب قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهؤلاء موجودين حتى من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أو سيأتوا ويخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أناس يتكلم فقط في القرآن الكريم، ما بين الدفتي القرآن هو الذي نأخذ به، وما بين أو ما ليس. نعم، لحظة معلش. أنا كنت أقول إيه؟ ممكن تقول لهم فوق يا عم الحاج يقفلوا المايك ويأذنوا، ماشي؟ من هذا المنطلق يا إخواني، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء القرآنيون أو أخبر عن هؤلاء الذين سيتكلمون بالقرآن فقط دون ذلك. لكن أسأل سؤال: لو أنني الآن عدت للقرآن فقط وأخذت به ولم أتطرق إلى السنة، لضاع كثير جدا من التشريعات. السنة جاءت باستقلال بكثير جدا من الأمور المستقلة التي لم يأتي بها القرآن، أو جاءت لتوضح هذا القرآن. بمعنى لما يأتي الله عز وجل يقول لي: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر قرآني،
طب كيف أصلي وكيف أؤدي الزكاة وما هي علامات الصلاة وما هي أركانها وما هي مستحباتها وما هي تفصيلاتها؟ هل تجدها في القرآن؟ لا تجدها في القرآن. طب كيف أزكي وما الأموال التي يجب فيها الزكاة وما هي الشروط التي لابد أن تتوفر في من يقيم بهذا الأمر وما هي الأصناف وتحديدها وتقديم أي صنف على الآخر إلى غير ذلك؟ كل الفرائض وكل الأوامر التي جاءت في القرآن جاءت بطريقة مجملة. السنة إما أن تأتي لتفصل، إما أن جاءت لتقيد، إما أن جاءت لتخصص، إما أن جاءت لتوضح، إما أن جاءت لتستقل بالتشريع. وبالتالي كل ما جاء من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم إما خدمة للقرآن وإما استقلالا بشرع دلالة على وحي مستقل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون هناك يعني عودة للقرآن أو ذكر في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في زواج، هذا مش موجود في القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لا يرث القاتل، هذا مش موجود في القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل حتى أنواع الفقه المعاملات معظمها ليس لها وجود في القرآن. الله عز وجل لم يتطرق في القرآن إلا للبيع والربا وتطرق إليها إجمالا، أين السلم، أين الرهان، أين القبض، أين الضمان، أين الموادعة، أين المزارعة، أين المساقاة، أين أحياء الموات، كل هذا ليس له وجود إلا في خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نتطرق لن تجد إلا لابد أن ترجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يريدون أن يهدموا السنة يريدون أن يأخذوا من هذا المأخذ أن القرآن يدعون حبهم للقرآن وتمسكهم بالقرآن، وما في القرآن نأخذ به وما ليس في القرآن أو ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كما قلت هذه آية تدل على أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من عند الله مأمورين بالاتباع. لو تسمح لي يا شيخ حبيبي الكريم الزبير بن عوام رضي الله عنه وارضاه كان له قناة يسقي منها هو وجاره الأنصاري، فاختصما لأن الماء كان يسقي أرض الزبير ثم يسقي أرض الأنصاري بعد ذلك، فاختصما فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الطبيعي الماء يمر أولا في أرض الزبير هكذا يمر الماء الأرض الزبير ثم أرض الأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي ثم أطلق الماء لجارك. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فنزل القرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو القرآن في أمر بسيط، شربة ماء، قناة ماء بسيطة، القرآن ينفي كمال الإيمان عن من لم يحتكم إلى القرآن وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبالتالي حبيبي وما أرسلنا من رسول إلا ليذكر في الموالد أو إلا نصلي عليه بكل لا إلا ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا هذا القرآن الكريم. وبالتالي من يدعي الفصل أو يعني القرآنيين وكذبوا في ادعائهم أنهم قرآنيون، فلو كانوا قرآنيون لم تثر أمر القرآن الكريم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صل على رسول الله، اهدنا الصراط المستقيم. مفرد ولا جمع؟ مفرد، صراط المستقيم. طيب عندما تحدث القرآن عن طرق أخرى يجمع وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، في سبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. تعرف ماذا قال ابن القيم عن اهدنا الصراط المستقيم؟ ما هو الصراط المستقيم؟ قال كل الأبواب إلى الله مغلقة إلا باب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الصراط المستقيم هذا ما يفهم من القرآن الكريم أنه هدي النبي صلى الله عليه و
وآله وصحبه وسلم. فإذا كانوا قرآنيون فأين هم من هذه الأوامر القرآنية؟ ما زال فيه، بس يعني أكرر على هذا السؤال. إخواننا الآن فعلا الأمة تتعرض لهذه الثوابت، خلي بال حضرتك الذي يطالع التلفزيون والشاشات الآن يتكلمون في البخاري، يتكلمون في مسلم، يتكلمون في السنن، فعلا بمعنى الآن أطلق العنان لهذه. فعلا هناك ردة أو محاولة يعني بعد الناس وربط الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى التواتر والأحاد على سبيل المثال، بدعوى أن هذا متواتر معلوما مقطوعا به، وأن هذا يعني جاء عن طريق أو معظمه جاء عن طريق أحد، وفي ذلك من الشبه التي رد عليها وكثير منها غير صحيح، وما جاء عن طريق أحادي صحيح فهو يؤخذ به ويعمل به من خلال كلام الله، من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بس الشاهد أن هذه فعلا من الأمور التي الآن بدأت على شاشات الإعلام، فيعني لابد أن نلتفت إليها وننظر إلى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي وحي، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قالوا الوحي نوعان: وحي مروي ووحي متلو، والمتلو هو كتاب الله عز وجل، والمروي هو ما جاءنا من رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا سيدنا. تفضل سيدنا. كل المسلمين أو كلنا يقرأ يومياً القرآن، يقرأ قليل، ولكن أغلبنا لا يفهم ما يقرأ، وأغلبنا ما يدركش معاني والحقائق بتاع كل آية وكل معنى من القرآن. معانا سابقاً يعني كان السلف وكان الأعراب كانوا يفهمون من القرآن. فأنا السؤال كيف وما هي الأشياء التي تساعدنا على فهم معاني القرآن وإدراك حقيقة القرآن؟ لأنه حقيقة القرآن معجزة وفيه كثير من المعاني وكثير من الأشياء اللي احنا نمر عليها يوميا ولكن لا ندركها. كيف السبيل إلى أن نوصل إلى هذه المحاضرة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء؟ كيف نفهم القرآن الكريم؟ كيف نفهم القرآن الكريم؟ ولكن إجمالا يا حبيبي الله يبارك فيك، القرآن سهل وميسور. أولا يريد الله بكم اليسر، هذه بصفة عامة في كل التشريعات، في كل المعاملات، في كل الأوامر وفي كل النواهي، يريد الله بكم اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. تأتي للقرآن خاصة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يا أخي الكريم، توضأ وافتح كتاب رب العالمين وحاول أن تفهم ما فيه. بجوارك كتاب مبسط من كتب التفاسير، معك في كل مدينة أئمة وعلماء ودعاة أفاضل، سألهم عن آيات تريد أن تفهمها، اسأل ربك أن يفتح لك فتوحات. يا إخوة والله اللفظة في القرآن لو تأملت فيها والله ستعيش في معاني. كنت أتأمل في كلمة سيرتها، سنعيدها سيرتها الأولى، إيه هي؟ وبعدين سبحان الله، نحن الآن نتعامل مع سيرة. السيرة الأولى قد لا تكون موجودة، النار لها سيرة ولكن تتغير هذه السيرة. قلنا يا نار كوني، أنت أيها الإنسان ما سيرتك الأولى؟ تغيرت، تمام؟ وربك سبحانه وتعالى هكذا، يعني له في كل كلمة وفي كل حرف في القرآن الكريم معاني قد تكون معاني ظاهرة يفهمها الناس، وقد تكون معاني تأتي بالاستنباطات والاستدلالات. يعني ما عليك فقط إلا أن تلجأ إلى الله وسل أهل العلم وحاول أن تقرأ في تفسير القرآن. وأضرب لكم نموذجا، سامحوني إن كنت أطلت عليكم. الله يبارك فيك يا شيخنا. يا رب، قضية شارلي إبدو والاستهزاء
بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرف أن المقاصد العامة للقرآن عليها تفهم التشريع وعليها تفهم الأحكام وعليها تفهم كل شيء. اقرأ القرآن الكريم ستجد أن الاستهزاء ليس فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه طال كل الرسل. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به حاصل ولا لم يحصل. طيب يا سيدي ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذه في سورة الأنعام. هات سورة الرعد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إذن ستجد أن كل الرسل تم الاستهزاء به وتم السخرية به. كيف أتعامل مع هذه القضية؟ انظر إلى القرآن. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من يؤذونه في مكة قبل التمكين قبل القوة؟ عندما كان الناس يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم مذمة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا كيف يصرف الله عني سب قريش يدعون مذمما وأنا محمد. قد يقول البعض إن هذا فترة ضعف قبل أن يتمكن الرسول. لا يا سيدي، بعد أن تمكن الرسول، بعد الهجرة، بعد أن أصبح رئيسا للدولة، بعد أن أصبحت هناك دولة قوية، استهزئ برسول ولا لا؟ افتح القرآن سورة التوبة من أواخر ما نزل، إن لم يكن آخر ما نزل كما يقول صاحب الظلال رحمه الله، يقول في نفس السورة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اسمع الآيات كيف أتعامل معهم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يا سيدي المنافقون آذوا النبي في التمكين في سورة التوبة ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. الشاهد أخي الكريم إذا أردت بالفعل أن تعرض أي شيء بإذن رب العالمين في القرآن وموضوع أنك تقرأ آيات لا تفهمها طبيعي. هو الدعاء والأئمة والمتخصصين أحيانا بيقفوا مع آيات يبحثوا عنها كي يصلوا إلى المعنى الحقيقي وإلى آخره. وبالتالي فقط عليك يعني أن ترجع إلى الله، حاول تتأمل وتتدبر، معك تفسير مبسط، وسل أهل العلم والدعاء والمشايخ الأفاضل. الله يبارك فيكم الله خير. حد عنده أي سؤال آخر يا إخوان؟ إخواني جزاكم الله خيرا. طيب يعني في نهاية هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آمين. نشكر أخونا الكريم الدكتور علي الشافعي على هذه المحاضرة الرائعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه سعيه وعمله وكلامه وأن يكون ذلك كله في موازين حسناته. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قال وأن يهيئ لنا مع كتاب الله عز وجل عهد جديد نقرأ فيه كلام رب العالمين و نأخذ فيه بمقاصد نبهنا إليها شيخنا الكريم. أسأل الله جل أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا دائما لما يحب ويرضى. وعلى أمل إن شاء الله العالمين في اللقاء القادم كيف نفهم القرآن الكريم يحاضرنا الشيخ علي الشافعي إن شاء الله. طبعا هو وعد وقد وعد إن شاء الله نجيبه قريب إن شاء الله مرة ثانية من أمرنا. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طيب يا إخواني الكرام نختم وننتقل للصلاة إن شاء الله رب العالمين. نختم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.
Thank you.